أحييكم مشاهدينا ونخصص معكم هذه الساعة لمتابعة أهم وآخر التطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في التفاصيل، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية بأن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف المصدر بأن مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في يوم 21 من هذا الشهر، مشيرا أيضا بأن القاهرة تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. لمزيد من التفاصيل معنا من القاهرة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. مرحبا بك معنا أستاذ عماد في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن ما معنى أن تتقدم مصر بهذا الطلب للعدل الدولية في هذا التوقيت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تطور مهم وتطور محمود وإيجابي، وأظن أنه يعني يرضي كثير من المصريين والعرب، ويدعم الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، ويساعد في كشف الممارسات الإسرائيلية منذ الاحتلال في 67 وحتى هذه اللحظة. مصر هي أكثر دولة في العالم ربما يعني بعد الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال أدرى بالممارسات الإسرائيلية. مصر تعرضت للعدوان الإسرائيلي في سنة 56 في العدوان الثلاثي، سنة 67 في أكثر من مرة إسرائيل، الجرائم الإسرائيلية في حق المصريين حتى قبل أن تكون بحق الفلسطينيين. نتذكر جرائم بحر البقر على سبيل المثال، حينما تم قصف التلاميذ في محافظة القليوبية. هناك كثير من الجرائم الإسرائيلية التي تستطيع مصر خاضت مع إسرائيل نضال سلم طويل، وأدرى به محاولاتها للهروب من الشرعية الدولية. وبالتالي حينما تتقدم تعلن مصر عن التقدم بهذه المذكرات عن الممارسات الإسرائيلية، أنا أظن ده سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، ويجعل مصر داعمة بصورة أكبر لمحاولة فتح وتعرية الهمجية والعدوانية الإسرائيلية، دون أن يؤثر ذلك بالمناسبة، وهذه نقطة مهمة، على محاولات مصر لإنصاف الشعب الفلسطيني ومحاولة الحصول على حقوقه. البعض كان يعتقد أن المعاهدة السلام أو أن الوساطة المصرية هي سيف يحد من قدرة مصر على دعم الشعب الفلسطيني أو على قول الحقيقة للإسرائيليين وكشف، هذا أمر مختلف وغير صحيح، بمعنى أنه مصر لم تكن وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مصر تحاول دعم الشعب الفلسطيني في يعني الحصول على حقوقه، كون أنها لديها علاقة سلام تعاقدية مع إسرائيل، هذا أمر لا ينفي أيضا أنها تدعم الشعب الفلسطيني بكل الطرق السلمية يعني صور الدعم مختلفة. ودي نقطة مهمة جدا، القصة مش قصة أن مصر تعلن الحرب بكرة أو تقطع علاقات،
الأمور السياسية والنظام. طيب أستاذ عماد أعتذر لمقاطعتك، سأعود إليك للسبيان تحليلك حول هذا الأمر، لكن في نبأ عاجل أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان بأن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وقد قدمت مصر كما أسلفنا مذكرة للمحكمة، محكمة العدل الدولية، وستقوم إذن بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من هذا الشهر. أعود إليك إذن أستاذ عماد، قبل أن أعود إليك، أضاف أيضا رشوان بأن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وكذلك قرارات الشرعية الدولية. وأوضح أيضا بأنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة أيضا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن أيضا المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان. و أنهى رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات تصريحاته بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك الممارسات والسياسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي أيضا بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل واطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة كذلك بمسؤولياتها في هذا الصدد. أعود لك مرة أخرى أستاذ عماد، تعليقك على هذه التفاصيل المستحدثة لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات فيما يخص موضوع المرافعة المصرية أيضا. بطبيعة الحال كما نعلم يعني العالم كله يعلم أن كل ما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني من سنة 67، لأن هناك قرارات شرعية دولية 242 ثم 338 بعد كده، وبالتالي يعني الأمر واضح. لكن أن تتداخل مصر وتقدم هذه المذكرات وتقدم مذكراتها التفسيرية، هذا تطور مهم يدعم الموقف الفلسطيني أكثر ويحاصر إسرائيل أكثر، بمعنى أن إسرائيل كانت تظن أنها يعني فوق القانون الدولي بفضل الدعم الأمريكي المفتوح والدعم الغربي. وحشية العدوان الإسرائيلي جعلت من المستحيل على يعني كل من له ضمير حي أن يسكت على هذا الأمر. وبالتالي هنا قيمة التحرك المصري. مصر هي أكبر دولة عربية، هي الدولة التي حاربت إسرائيل 4 حروب، هي أكثر دولة ضحت من أجل القضية الفلسطينية. وبالتالي حينما تفعل ذلك الآن ولديها معاهدة سلام من سنة 79، فده تطور في غاية الأهمية، أنه يعني لا يمكن لمصر بحكم كيف نتوقع أن ينسحب على نيل حقوق الشعب الفلسطيني أستاذ عماد؟ يعني الشعب المصري ومصر لها ثقل كبير كما ذكرت، وكما نعلم أيضا لها دور أيضا تاريخي في دعم القضية الفلسطينية. كيف نتوقع أن تدعم هذه الخطوة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه بشكل كبير من خلال العدل الدولية الآن؟
هذا امر في منتهى الاهميه. الدعم المصري او ما تفعله مصر هو تكمله للجهد المصري الذي بدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في 7 اكتوبر الماضي. مصر قالت بوضوح للمجتمع الدولي اننا علينا ان نعكس الامر، بدلا من ان نتحدث عن القضيه الفلسطينيه باعتبارها مجرد عمليه، علينا ان ندخل في صلب الموضوعات المباشره، علينا ان نتحدث عن الدوله الفلسطينيه، نعلن العالم يعترف بالدوله الفلسطينيه وبعد ذلك نبحث في التفاصيل. هذا تطور في منتهى الاهميه، ومره اخرى هذا جزء من نضال طويل. مصر تدعم فلسطين مره عبر يعني رفض العدوان الاسرائيلي بالتصريحات، مره عبر ادخال المساعدات في كل لحظه لتمكين الشعب الفلسطيني من الثبات، مره عبر اقامه المخيمات والمعسكرات داخل فلسطين وليس خارجها كما يزعم البعض، والان عبر النضال الدبلوماسي والسياسي والقانوني في محكمه العدل الدوليه وفي الامم المتحده. وبالتالي هذا التحرك المصري بدا يؤتي صداه في اعراب عدد كبير جدا من الدول الكبرى، بالمناسبه فيها الولايات المتحده، بريطانيا، فرنسا، المانيا، والعديد من الدول الاوروبيه باستعدادهم للاعتراف بالدوله الفلسطينيه فورا. طيب بخصوص الاعتراف بالدوله الفلسطينيه استاذ عماد، بالتزامن ايضا مع قرار مصر رفع هذه المذكره للعدل الدوليه، كان قبل قليل هناك يعني شبه اجماع من الحكومه الاسرائيليه برفض الاملاءات الدوليه بشان اي تسويه، وقالت ايضا الحكومه الاسرائيليه باننا نعارض اقامه دوله فلسطينيه. الان وسط كل هذه التطورات وايضا المذكره المصريه امام العدل الدوليه، ما المتوقع على مستوى المجتمع الدولي كذلك الآن بخصوص إقامة دولة فلسطينية والتحضير لأي تسوية؟ يا فندم، متوقع طبيعي جدا الحكومة الإسرائيلية سترفض كل هذه الحلول. الحكومة هي حكومة متطرفين الأكثر تطرفا ربما في تاريخ إسرائيل، هي حكومة يعني قائمة على سرقة، فكرة سرقة شعب ووطن والاستيلاء على الأرض ومحاولة تهجيره، فالطبيعي أنها سترفض بكل الأحوال. لكن حينما تجد نفسها مضطرة، هناك كانت تسريبات خرجت خلال الايام الماضيه ان اسرائيل قد لا تعارض، لا يعني التعبير واضح انها لا تقبل، لا قد لا تعارض الاعتراف الامريكي بالدوله الفلسطينيه مقابل ان يكون هناك تطبيع عربي كامل خصوصا من المملكه العربيه السعوديه. الطريقه الاسرائيليه معروفه بخصوص، ستحاول ان تاخذ اكبر قدر ممكن من المكاسب مقابل اي تحرك. الامر يتوقف على الضغط العربي، الضغط الدولي والضغط الامريكي بطبيعه الحال. لو ان العالم اصر، القوى الرئيسيه اقصد، اصرت على هذا الامر ونفذته على الارض، لانه ايضا لا نريد مجرد ان يخرج العالم ويقول نحن اعترفنا بالدوله الفلسطينيه. الاعتراف بالدوله الفلسطينيه فقط، هناك العديد من الدول تعترف بالقضيه بالدوله الفلسطينيه على الورق، وهناك سفراء فلسطينيين في دول كثيره. لكن ما نريده هو ما تريده مصر، هو أن تكون هناك دولة حقيقية تعلن أولا، ثم يتم التفاوض على القضايا الملحة بشأن المياه، الحدود، الأجواء، السيادة، كل هذه الأمور. وبالتالي النضال طويل ومستمر. مصر يعني أنا أظن ما تفعله مصر إلى القضية الفلسطينية في منتهى الأهمية. نحتاج إلى دعم وإسناد عربي حقيقي ومن كل القوى المؤيدة والمؤمنة بالسلام، ومن الولايات المتحدة التي ينبغي عليها أن تدرك. هل نتوقع أن تحشد مصر الآن أستاذ عماد أكثر بخصوص رأي عام عالمي ضاغط على إسرائيل؟ نعم أكيد. في نقطة في منتهى الأهمية، إسرائيل تعاملت أو ظنت أن توقيع اتفاق السلام مع مصر سنة 79 يعني أن مصر قد خرجت تماما من الصف العربي وأنها غير مكترثة بالقضية الفلسطينية. وصلت هذا الانطباع الخاطئ إلى عديد من النخب الإسرائيليين، وربما تصرفوا على هذا الأساس في الشهور الأخيرة. لكن حينما أوضحت مصر موقفها بوضوح، ربما يكون بعض الإسرائيليين قد فوجئ وبدأ يعيد ثباته أن مصر في النهاية دولة عربية، أكبر دولة عربية، لا يمكن أن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل هذه التصفية على حقوقها. وبالتالي بدأنا نرى تراجعا إسرائيل لحد ما، لأنهم أدركوا أنه لا يمكن أن استعدام مصر سيكون له ثمن كبير ومكلف قد لا تستطيع إسرائيل أن تتحمله.
طيب يعني حابة أكثر أن أغوص معك أكثر أستاذ عماد في ما يخص ما ذكرناه حول المذكرة المصرية وما تضمنته من عناوين الكلام عن سياسات ضم الأراضي، هدم المنازل، طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، وذلك بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام. كيف وجدت هذه العناوين؟ يا فندم، يعني في عنوان عام أن هناك دولة سرقت، يعني دولة مزروعة غصبا في المنطقة العربية من سنة 48 قامت بسرقة وطن كامل موجود وشعب اسمه الشعب الفلسطيني موجود منذ آلاف السنين، الكنعانيين. وبالتالي الباقي تفاصيل، بمعنى أن الذي يقوم بسرقة وطن لن يكون على بالضرورة سيسرق. يعني بالمناسبة الإسرائيليين مش سرقوا بس الوطن، الإسرائيليين سرقوا حتى الأزياء الفلسطينية، حتى الأكلات الفلسطينية الشهيرة حاولوا سرقتها ونسبتها إلى أنفسهم وتسجيلها كتراث إسرائيلي يهودي. وبالتالي من الطبيعي أنها تسرق مياه الفلسطينيين، تسرق تراث الفلسطينيين، اقتصاد الفلسطينيين، بيوت الفلسطينيين، كل ما لدى الفلسطينيين. نحن لم يلتفت كثير من العرب للأسف الشديد إلى ما كتبه المتطرف الإسرائيلي بتسرقيل سموتريتش، وهو الآن وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب قوة يهودية، وهو أحد أركان التطرف إسرائيل. في شهر 6 الماضي كتب دراسة مهمة وقال أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات فقط لا غير: إما أن يقبلوا العيش في إسرائيل الكبرى من الليل الفرات كشعب من الدرجة الثانية، مواطنين من الدرجة الثانية، أو يتم ترحيلهم خارج إسرائيل الكبرى، أو يتم قتلهم. هذا هو التفكير الذي يهيمن على، بالمناسبة هذا ليس مجرد متطرفين وهم أقلية، ليسوا أقلية. والدليل أن بنيامين نتنياهو وحكومات اليمين المتطرفة هي التي تحكم إسرائيل تقريبا من سنة 96 حتى الآن باستثناء فترات قليلة. وبالتالي المشكلة ليست لدينا مع حكومة متطرفة، علينا أن نفهم الأمور بوضوح، أننا نحن بإزاء وبصدد دولة متطرفة، مجتمع متطرف، والدليل أنه يفرش حكومات شديدة التطرف منذ عقود. في اللحظة حينما قدم العرب أيديهم، مصر مدت يدها بالسلام سنة 79 بعد زيارة السادات للقدس سنة 77، نعم. الأردن وقعت وادي عربة 94، الفلسطينيين وقعوا أوسلو 93، عديد من الدول العربية من سنة 20 للنهاردة 2020 عمل السلام مع إسرائيل، العرب عملوا المبادرة العربية للسلام في 2002، ورغم ذلك الإسرائيليون ردوا على كل هذا أنهم لا يملكون إلا أن يقدموا السلام مقابل السلام وليس السلام مقابل الأرض. وبالتالي علينا أن نتعامل مع مجتمع متطرف ونتعامل معه بالوسائل الصحيحة، أن الناس تاخد بالها أن هذه حقيقة الإسرائيليين. في اللحظة التي سيشعر فيها الإسرائيليون أن سياستهم مرفوضة، أن هذه الطريقة مرفوضة، أظن أنهم يعني سيغيرون هذه السياسة، وتدرك الولايات المتحدة أيضا أن هذا الأمر سيكلفها مصالح كثيرة في المنطقة أهمها الرفض الشعبي. وهذا أمر نرى ملامحه في استهداف المواقع الأمريكية أو القواعد الأمريكية في المنطقة. والنقطة الأخرى والأهم أن هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية ستكون أكبر داعم للتطرف في العالم العربي والإسلامي، هي تعطي فرصة عظيمة للمتطرفين باسم الدين، المتسترين بالدين والمتجرين به، لكي تعيد إحياءهم مرة أخرى ويصبح صراع دينيا وليس صراع قائم على حقوق وواجبات وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. من أجل كل ذلك أنا أظن ما تفعله مصر هذه الفترة منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة مهم جدا جدا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه. أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. وحول نفس الموضوع مشاهدينا معنا دكتور محمد الباز الكاتب الصحفي أيضا من القاهرة، أهلا بك معنا في هذه الساعة أستاذ دكتور محمد. ما الذي يمكن أن يتغير الآن بعد المذكرة المصرية التي ستقدم للعدل الدولية، وأي دلالة الآن لهذا التحرك المصري دكتور؟ خليني أبدأ بالدلالة أولا قبل أن نتحدث عما يمكن أن يحدث. أولا في دلالة هذه المذكرة اللي بتقدمها مصر لمحكمة العدل الدولية، نحن أمام لحظة دولية فارقة بكل المقاييس. لماذا هي فارقة؟ لأنه المجتمع الدولي بمؤسساته كلها ظل لعقود يصم الأذان عن كل ما يتعلق بإسرائيل.
أو حتى عندما كان يفتح مجالا للحديث عن انتهاكات إسرائيل وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كان يفعل ذلك وهو أذن من طين وأذن من عجيب، وكأنه يقوم بأداء واجب فقط، وكأنه يحاول إظهار نفسه بأنه يستمع، لكنه لم يكن يفعل شيئا على الإطلاق. اللحظة الفارقة النهاردة بنشير إلى أنه عندما تطلب الجمعية العامة من للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية رأي استشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين من سنة 67، عايز أقول أنه هذا طلب جاد، هل يمكن أن يعقبه تصرف جاد؟ هذا أمر آخر، لكن على الأقل هو موقف جاد. هنا بتيجي الحقيقة الدلالة الثانية، أهمية مصر في القضية الفلسطينية ودور مصر في القضية الفلسطينية. يعني لم تكن هناك أي خطوة خاصة بالقضية الفلسطينية من 48 حتى الآن إلا وكانت مصر هي العمود الفقري لهذه الخطوة. ناس كتير حاولوا يصطنعوا أدوار ليهم، وناس كتير حاولوا إن هم يحجزوا مساحات يعني ليهم، لكن ظلت مصر بموقعيتها الجغرافية وبدورها التاريخي هي المؤثر والعمود الفقري في القضية الفلسطينية. الأمر الثاني كمان، عندما يتم تقديم المذكرتين دول من مصر لمحكمة العدل الدولية، فإحنا بنتكلم عن الجهة أو المصدر الأكثر معرفة وتدقيقا بهذه المخالفات والجرائم التي قامت بها إسرائيل. يعني مصر كانت في صدام مباشر مع إسرائيل لسنوات عديدة، عندنا في مصر أجهزة المعلومات من ناحية، مراكز الأبحاث من ناحية، الكتاب والمهتمين بهذا الملف من ناحية، فهتلاقي المذكرات اللي هتترفع والمرافعة الشفهية اللي هتبقى يوم 21 فبراير هي الملف الأكثر اكتمالا الذي يمكن أن يضيء الصورة بشكل كبير حول هذه الجرائم. يمكن في العناوين اللي هتتضمنها المذكرة المصرية، يعني فيما يتعلق بضم الأراضي، وفيما يتعلق بهدم المنازل، وفيما يتعلق بطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، كل عنوان من هذه العناوين هتجد حضرتك في المذكرة المصرية وفي المرافعة الشفهية 100 إن لم يكن 1000 دليل بالصوت وبالصورة وبالوقائع وبالتواريخ وبالأحداث يؤكد هذه المخالفات التي قامت بها إسرائيل. وهنا تأتي القيمة العليا. إحنا مش بنتكلم على مذكرة إنشائية أو مذكرة بلاغية تتقدم بها مصر، ولكن بتتحدثي عن مذكرة ومرافعة شفهية معلوماتية موثقة بالصور وبالفيديوهات وبالمعلومات الخاصة. يعني أنا أتوقع أن هذه المذكرات أو هذه المرافعة تكون فيها معلومات يمكن يفاجأ بها العالم أو يمكن محتفظة بها مصر من سنوات طويلة، وآن الأوان لكي تخرج هذه المعلومات. وده اللي بيخليني أقول لحضرتك أن هذه لحظة فارقة بالنسبة هذه المرافعة الشفهية. دكتور محمد، كيف تتوقع مشهديتها أمام الرأي العام العالمي؟ يعني لغاية الآن ليس لدينا موقف رسمي عن إسرائيل حول هذا الخبر، حول المذكرة المصرية التي ستقدم للعدل الدولية، لكن كيف نتوقع أن يمثل ذلك ضغط على السياسة الإسرائيلية أيضا؟ خليني أقول لحضرتك أو نتكلم من منطقتين. المنطقة الأولى منطقة الرأي العام العالمي. الرأي العام العالمي الآن بفعل ما فعلته إسرائيل أو ما أحدثته إسرائيل من 7 أكتوبر حتى الآن أصبح مستعدا حتى على المستوى النفسي قبل المستوى السياسي، المستوى النفسي والإنساني، أن يستمع وأن يقتنع بما فعلته إسرائيل. إسرائيل لعقود طويلة من خلال آلتها الإعلامية اللي هي يعني مسنودة بالقوى الغرب بشكل عام، قدرت تسوق موقفها وقدرت تقنع العالم بأنها دولة صاحبة حق. هذا الموقف اهتز كثيرا بعد 7 أكتوبر. رأي العام، الناس اللي نزل بالملايين في الميادين والشوارع في دول العالم المختلفة تدين إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني ويطالب بالضغط الدولي على إسرائيل حتى تتوقف عن توحشها، هذا الرأي العام الآن أصبحت لديه ورقة جديدة للضغط بها على إسرائيل، لأنه هذه المرافعة لن تكون مرافعة سرية فيما أعتقد.
والمذكرة مضمونها يمكن أن ينشر على مستوى العالم، وهنا لابد الإعلام العربي والقوى العربية تسهم في نشر هذه المذكرة وهذه المرافعة على المستوى العالمي حتى تصبح محتوياتها أمام الناس في كل العالم، أمام ورقة جديدة الآن يمكن استخدامها للضغط المعنوي الكبير والضغط السياسي الكبير، اللي هو هذه المعلومات ستمثل إحراج لمن يساندون إسرائيل أو من حتى يدعمون إسرائيل ولو بشكل على استحياء الآن. هذا على الرأي العام العالمي، وهنا احنا لابد أن يكون لنا جهد ملحوظ، يعني لا نكتفي فقط بأن احنا هنروح وأن احنا نقدم المذكرات، ولكن هنا كل القوى العربية مطالبة بدعم ما ستقوم به مصر ونشر ما ستقوله على العالم كله، لأنه هذا أمر مهم جدا. بالنسبة لإسرائيل كما تعلمي حضرتك، وهذا أمر لا يخفى على أحد، احنا بنتكلم عن كيان لص محتال قاتل متوحش لا يتعامل أبدا لا بقواعد القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني، ولا يتعامل بأي قانون. ولذلك هتلاقي لما هنرصد مع بعض كده هتلاقي المرحلة الأولى هي مرحلة استخفاف ومرحلة وكأن الأمر لا يعني إسرائيل وكأنه إحنا غير مهتمين. يعني هنرصد، ويمكن أن أذكر حضرتك أو أذكر السادة المشاهدين بذلك، هتلاقي المرحلة الأولى مرحلة استخفاف، ثم بعد ذلك أنه يبدأوا يتصدوا إلى الموقف، ثم في المرحلة الثالثة زي ما بيعملوا دايما الإسرائيلي يقلب الترابيز، اللي هو يبدأ يوجه. ولذلك أنا أتوقع حملة من الهجوم والاتهامات الشديدة لمصر من هذه اللحظة، يعني إذا لم تكن إسرائيل أفصحت عن موقفها مما أعلنته مصر منذ دقائق، لكن في الساعات القادمة هتلاقي فيه هجوم منظم على مصر وتوجيه اتهامات بهدف استنزافها أو بهدف لفت انتباهها عن المهمة الكبيرة الفارقة اللي هتقوم بيها. لكنه هل سيربكها؟ يعني هل سيربك الحسابات الإسرائيلية؟ بالتأكيد، لأنه إسرائيل خسرت كتير جدا من الأرض اللي كانت بتقف عليها. وهقول لحضرتك مثلا في خسارة كبيرة لا تلتفت لها إسرائيل، والحمد لله أنها حدثت، أنه الأجيال الجديدة في الشعوب العربية اللي هم لم يكونوا على صلة كبيرة بالقضية ولم يشاهدوا يعني التوابيت اللي رجع فيها الشهداء ولم يعني يعرفوا أو يروا المذابح ليست حاضرة في ذاكرته، اللي حصل ده خلى أجيال عربية كثيرة جدا، الأجيال الشابة تحديدا اللي كانت إسرائيل بتراهن عليها من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا الناطقة بالعربية، كانت بتراهن أنه هذه الأجيال يمكن أن تكون في صفها في يوم من الأيام أو تقول أن احنا ما فيش داعي يا جماعة أن احنا ندخل في حرب مع إسرائيل وممكن نعيش في سلام. إسرائيل خسرت هذه الأجيال كلها، هذه خسارة، خسارة على المستوى العالمي. وأتوقع بالطبع زي ما حضرتك بتقولي يكون هناك ارتباك في الحسابات، لكن هذه دولة لأنها دولة باطل فهي تستميت في الدفاع عن نفسها حتى النفس الأخير. ما سر كل هذا التحدي دكتور محمد؟ يعني عندما يحذر العالم من توسع العملية العسكرية الإسرائيلية نجد نتنياهو يؤكد بأن هناك عملية عسكرية في رفح حتى وإن كان هناك إنجاز لصفقة تبادل، لماذا كل هذا التحدي؟ ما معناه؟ والله أنا أقول لحضرتك لأنه أنا لدي رأي خاص في هذا الموضوع، يعني أنا لا أرى نوع من التحدي، ولكن أرى أن الضغط الدولي على إسرائيل ليس ضغطا حقيقيا كما يعتقد الكثيرون. يعني هنا إحنا بنقول أنه إسرائيل لما كانت بتضرب عرض الحائط بقرارات المؤسسات الدولية، مجلس الأمن، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، كنت بتلاقي القوى السياسية، البيت الأبيض تحديدا في أوروبا، بيساندوا إسرائيل. وكنا هنا بنقول والله إنه هذا العالم يكيل بمكيالين، وهذه القوى ليست صادقة مع نفسها لأنها بتدعم إسرائيل في مخالفتها لقرارات المجتمع الدولي. طيب النهاردة هذه القوى إعلاميا زي ما حضرتك ذكرت تطالب إسرائيل بعدم توسيع العملية العسكرية، تطالب إسرائيل بأنه يراعوا المدنيين لو هم يعملوا عملية رفح، فتلاقي إسرائيل بتقول أنه أنا لا مصرة وأنه أنا سأقوم بهذه العملية. أنا ما بعتبروش تحدي من إسرائيل بقدر ما هو توزيع الأدوار على المستوى العالمي، أنه العالم يعني يحذر ويتوعد ويضغط وينتقد، وتطلع هيلاري كلينتون تقول أنه نتنياهو لابد أن يعني يرحل الآن،
وانه الرئيس الامريكي لا يرد عليه وانه في اوروبا يقولوا كذا، لكن هذا على مستوى التصريح، على مستوى الخطاب الشفوي لهذه القوه، لكن على مستوى الخطاب الواقعي على الارض، يعني الا تستطيع هذه القوى الدوليه بما لديها من جيوش ومن سلاح ومن يعني انها تمنع اسرائيل على الارض؟ اعتقد انها تستطيع، لكنها لا تريد ان تمنع ذلك. هم بهذه التصريحات يعني يمنحوا اسرائيل وقت ويمنحوا اسرائيل مساحه للمراوغه، والا عندما كان يعني ترفض دوله ما انها تنفذ قرارات الامم للمؤسسات الدوليه، كانت الولايات المتحده بتفرض عليها عقوبات، لم تقدم الولايات المتحده ابدا ان تفرض عقوبات على اسرائيل. تتكلمي على دوله تنتهي كل اشكال الانسانيه بفظاعه. فهنا المساله انا ما بعتبروش تحدي قد ما بعتبره يعني توزيع ادوار، انه انا هقول لك ما تعملش عمليه وما توسعش دائره الصراع، لكن عندما تقوم بالعمليه وعندما تقوم بتوسيع دائره الصراع فانا يعني ساوض الطرف وساواصل فقط التصريحات الناريه المعارضه اللي بتنتقدك، وهكذا الامور تسير. انا لو ان هذا المجتمع الدولي صادق فيما يقوله على مستوى الخطاب المعلن لا يعني اتخذ اجراءات على الارض كلنا نعرفها، في دول ظلت عقود مفروض عليها الحصار، لماذا لا يقدم المجتمع الدولي على ذلك؟ لأنه بالفعل لا يريد ذلك. أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة دكتور محمد الباز الكاتب الصحفي، وحول نفس الموضوع أيضا ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، يعني الوقت مبكر الآن لالتقاط أي تصريحات متفاعلة مع المذكرة المصرية وهذا القرار للمذكرة المصرية أمام العدل الدولية، لكن ما المتوقع ضمن الدعم العربي لهذه المذكرة المصرية أستاذ أشرف؟ وهل سنشهد تنسيقا مصريا عربيا خلال الساعات المقبله برايك؟ مساء الخير لحضرتك سعيده. بدايه اؤكد على ان تقديم مصر مثل هذه المذكره هو استمرار للجهد المصري الذي يبذل منذ 7 أكتوبر، اي عمليه الطوفان الاقصى، ثم ايضا حرب الاباده الاسرائيليه الشنتة في 8 أكتوبر، وسعت مصر منذ ذلك الوقت لبذل كثير من الجهود والتضحيات من اجل رفع المعاناه على الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والامني وحتى الاغاثي، واستمرار جهود دفع تقديم المساعدات الغاثيه والانسانيه والغذائيه للشعب الفلسطيني، ثم ايضا الجهود الذي بذلته مصر على مستوى القياده المصريه في ارسال مجموعه من رسائل المجتمع الدولي بضروره ان يكون هناك وضع حد لهذه الماساه في قطاع غزه، وان الاتصالات الرئاسيه المصريه لم تتوانى على مدار الساعه من اجل تحفيز المجتمع الدولي وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع تفاصيل المشهد المزري في قطاع غزه نتيجه حرب الاباده في قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي عندما يكون هناك تحرك مصر على مستوى محكمه العدل الدوليه فهو جهد اضافي وجهد وحراك مطلوب تبذله مصر على كافه الاصعده السياسيه والدوليه والاقليميه من اجل ان يكون هناك بالفعل لفت نظر المجتمع الدولي وتحث على ضروره التعاون والتلاقي مع المواقف المصريه من اجل انقاذ شعب فلسطين. واعتقد ان هذا الجزء القانوني بتقديم مذكره لمحكمه العدل الدوليه سيضاف لمجمل هذه الجهود والتحركات المصريه على اكثر من صعيد في محاوله تطويق الازمه ووضع اسرائيل امام مسؤولياتها ومطالبه المجتمع الدولي للتحرك ليتولى زمام المبادره من اجل انهاء هذه المسبحه او المقتله الجاريه في قطاع غزه، وبالتالي ارى ان هذا الجهد سيقابل بكثير من التلاقي والدعم وربما الحضانه العربيه في المقام الاول، وهذا الجهد سيحدث حوله تنسيق بالغ الاهميه في قادم الايام على مستوى الدول العربيه وعلى مستوى الامانه العامه لجامعه الدول العربيه، ربما نشهد في الايام القادمه اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين، وربما يصل في لحظه ما الى اتقاء على مستوى وزارة الخارجية، لأن هناك بالفعل درجة كبيرة من الإعان لحجم ما تقوم به مصر، وأيضا الثقة المتوفرة عربيا ودوليا أيضا باعتبار أن مصر رقم صعب في هذه المعادلة، ومنذ 7 أكتوبر وحتى الآن والجهود المصرية لم تتوانى ونتوقف لحظة، بل على عكس كل الأصعدة الدولية والإقليمية وحتى على مستوى المجتمع الدولي، وعلينا أن نعود بالوراء منذ 7 أكتوبر لنلاحظ حجم توافد وتكاتر الزعماء العرب والدوليين والأمم المتحدة الذين تقاطروا وزاروا مصر والتقوا بالقيادة المصرية أو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل فتح ثغرة في جدار هذه الأزمة، باعتبار أن مصر امتلكت كثير من المقاومات ومارست ضغوط من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وسعت لتعرية الموقف الإسرائيلي على مدار الساعة. بالتالي أي تحرك في هذا الشأن
سيحظى بكثير من الدعم الدولي والعربي والشرق الأوسطي، وما تكون الدولة الوحيدة التي سوف يكون لديها مواقف حانقة هي الدولة، هي الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا الموقف المصري سيعري إسرائيل دوليا وإقليميا على المستوى القانوني أمام محكمة العدل الدولية، أكبر محكمة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا وغيرها. وأعتقد أن هذا الجزء ربما يمثل قاطرة لمواقف عربية داعمة للموقف المصري وتشد من أزره، وربما توفر لدي استحقاقات الدعم والحاضنة السياسية وأيضا مواقف دولية في المرحلة القادمة، باعتبار أن الموقف المصري يطالب ليس فقط بوضع حد حتى لأحداث قطاع غزة حاليا، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بشأن ممارسات 75 عاما من القتل والإبادة والاستيطان والممارسات الإسرائيلية العدوانية، وفي نفس الوقت أيضا يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي قرارات إسرائيلية تصبت في خانة استمرار وتيرة العنف في الإقليم وتؤدي إلى مزيد من تأجيج الصراع في الإقليم، لأن مصر لديها رغبة في أن يكون لدى المجتمع الدولي اطلاع بمسؤولياته أمام التعاون مع هذا الجهد المصري. وأعتقد أن يوم 21 القادم أمام محكمة العدل الدولية المرافعة الشفوية المصرية ستتضمن كثير من الرؤى والمواقف والسرديات الخاصة بممارسات العدوانية الإسرائيلية ليس في قطاع غزة فقط، لكن حتى على مدار السنوات الماضية، وستضع المجتمع الدولي للجم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وربما إعادة تأهيل الأوضاع إلى ما يمكن أن يحقق جزء اليسير من استحقاقات الشعب الفلسطيني في وضوء ما يحدث حاليا في قطاع غزة. أستاذ أشرف، لعبت مصر دور كبير ضاغط منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، لكن أن تختار الآن مصر هذا البعد القانوني، كيف يمكن أن نتوقع التعاطي الدولي الآن مع هذا التحرك المصري، وأين يمكن أن ينقل هذا التحرك المصري العلاقات المصرية الإسرائيلية أيضا؟ لأننا نتفق أن هذا التحرك في شكله القانوني أتى بعد سلسلة من التحركات بشكل تدريجي ممنع قامت فيه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان، توفير استحقاقات الدعم أيضا للجزء الخاص به، المساعدات وأيضا إغاثة طبية والوقائية، في نفس الوقت أيضا مطالبه المجتمع الدولي بإصدار قرار، واشتركت مصر حتى في القرار الأخير اللي صدر في نهاية ديسمبر الماضي بعد 4 محاولات نجحت في المرة الأخيرة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ممثل للمجموعة العربية، وصغت مصر مشروع القرار الذي تم التوافق عليه بشأن ادخال مساعدات عاجلة وإيفاد مبعوثة دولية لهذا الغرض، وأول زيارة كانت لمصر ومعبر رفح، وشارت بحجم الكفاءة والنجاعة المصرية في تسديد كافة العقبات وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي وإسرائيل لمساعدة وإنقاذ الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني والوقائي وحتى الطبي والإغاثي. ثم أيضا كانت الجهود المصرية في المجتمع في جهود الوساطة، استضافت الثلاثاء الماضي اجتماعات لكبار المسؤولين الأمنيين في العواصم مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في محاولة لتنفيذ ما يعرف بالصفقة الكبرى، أي إفراج عن الأسرى مقابل السجناء ووقف عمليات الاعتداءات الإسرائيلية، وما زالت هذه الجهود المصرية مستمرة على مدار الساعة. إذن هناك تنوع وتعدد في حجم التحركات المصرية، الهدف والغرض الرئيسي والمبتغى بشكل عاجل هو أن يكون هناك وقف لتلك الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة في هذه المرحلة، ثم يكون هناك التعاطي الجديد مذكرة لمحكمة العدل الدولية هي تحمل إسرائيل والمجتمع الدولي يقوم بأدواره ومسؤولياته أمام حجم الممارسات الإسرائيلية ليس فقط منذ 7 أكتوبر لكن حتى على مدار 75 عاماً، باعتبار أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وممارسات احتلال إسرائيلي سواء بعمليات القتل، قضم الأراضي، الاستيطان، الممارسات العدوانية، فرض الحصار على الشعب الفلسطيني، عدم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، كل هذه ممارسات افتأت الدولة المصرية بكثير من النجاعة والقوة والشجاعة، توسيع دائرة الحركة باتجاه المحكمة العدل الدولية حتى تحشر إسرائيل في الزاوية، وفي نفس الوقت أيضا طرع المجتمع الدولي للقيام بدور مساند وداعم للجهد المصري، لأنه جهد سيحظى بكثير من الثقة باعتبار أن دولة مصر وجمهورية مصر العربية كانت وما زالت اللاعب الرئيسي وربما تمثل القاعدة الصلبة في تحريك كثير من كافة الآليات الخاصة بإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة على مدار ما يقارب 135 يوم حتى هذه اللحظة. وبالتالي طيب، الجهد مستمر على أكثر من صعيد، وأعتقد أن هذه المذكرة ستحظى بكثير من الاهتمام وأيضا رافعة سياسية من العواصم العربية والإقليمية والشرق الأوسطية، وربما المجتمع الدولي سيلعب دور المساند والداعم لأنه يريد أن يرى ضوءا في نهاية المفق بسبب الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبالتالي هذا الأثر الإيجابي من تلك المذكرة هما تلعب دورا كبيرا في وضع إسرائيل وحشرها في الزاوية وفرض قرارات جديدة من قبل محكمة العدل الدولية تكون حجة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر التواصل والتنسيق المصري لانتزاع كثير من الحقوق المهضومة للشعب الفلسطيني بعد 75 عاما من ممارسات عدوانية وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشعب الفلسطيني. بالتالي أرى أن الأثر سيكون إيجابيا للغاية على المستوى العربي والإقليمي وربما الدولي في المرحلة القادمة كما قلت باستثناء إسرائيل التي سيوجعها مثل هذا الأمر تماما وترى أن القرار لاعب لدي استقلالية في القرار والتحرك من أجل مساعدة الشقاء في فلسطين ومن أجل تكوين موقف عربي ضاغط يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول. طيب أستاذ أشرف، مع الوضع في الاعتبار تاريخية مصر للقضية الفلسطينية وجغرافيتها كذلك للأراضي الفلسطينية المحتلة، أي دور يتوقع الآن على مستوى الضغط الدولي بدخول مصر بمذكرة للمحكمة الدولية؟ بكل تأكيد المجتمع الدولي كان وما زال يراهن على الدور المصري الخاص بإنقاذ الأوضاع في قطاع غزة على كل الأصعدة. كان التحرك المصري فعال وإيجابي لم يتوانى في آخر لحظة واحدة على كافة الأصعدة الإنسانية والإغاثية والأمنية حتى وحتى على المستوى الدبلوماسي. لعبت الدبلوماسية الرئاسية المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يعني أنا أتحدث حتى عن خصوصيتها الجغرافية أستاذ أشرف. جغرافيا أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي لأن في لدى إسرائيل كثير من الخشية وإمكانيات التعاطي بكثير من فك كثير من طلاسم الممانعة الإسرائيلية التي ترفض أن يكون هناك تواصل صفقة أو حتى على الأقل إمكانيات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ترى أن مثل هذا الأمر باللاءات المصرية التي رفعتها مصر خط أحمر فيما يتعلق باقتحام رفح أو على الأقل احتلال محور فيلادلفيا أو تهجير القصري، ربما هذه المذكرة ستضيف لرصيد مصيد النجاحات المصرية في الرسائل المباشرة للجانب الإسرائيلي وترى فيها إسرائيل محاصرة لمواقفها وسياساتها العدوانية، وربما ترى أن في اللاعب المصري الذي يتمتع بمؤهلات ومؤهلات القوة والحضور والاشتباك السياسي والدبلوماسي كثير من القوة والرغبة في إحداث نوع من ممارسة الضغوط على إسرائيل وأيضا توفير عنصر ضاغط بالتعاون مع مصر حتى إجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات وباحتلال في قطاع غزة ثم البحث في صيغة التفاهمات الخاصة بالصفقة الكبرى باعتبار أن مثل هذه المحاصرة من قبل مصر لإسرائيل على كافة الأصعدة سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا وحتى تفاوضيا ثم أيضا في مذكرة محكمة العدل الدولية ستكون مؤشر على قوة الضربة المصرية للجانب الإسرائيلي حتى يعيد النظر في سياساته على وجه السرعة باعتبار أنه يرى أن القاهرة تشكل عنصر ضاغط وتمثل قاطرة لمجتمع الدولة والمجتمع العربي والإقليمي وما يؤدي إلى إسرائيل إلى مزيد من الخسائر فيما يتعلق بعمليات القتل والتنكيل في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. هل اختيار مصر أستاذ أشرف للمسار القانوني الآن من خلال العدل الدولية يشي بأنه أي ضغط دبلوماسي من خلال القاهرة على الجانب الإسرائيلي لن يحدث أي فارق؟ بالعكس يعرض فوارق كثيرة. القاهرة أرسلت المجتمع الدولي عدة رسائل أنها مع توفير حظوظ واستحقاقات إنقاذ الأوضاع في قطاع غزة تحركت سياسيا ودبلوماسيا ورئاسيا منذ اللحظة الأولى ثم تتعاطى في مرحلة لاحقة اليوم وفي الأيام القادمة عبر الشق القانوني. وأعتقد المذكرة المصرية التي قدمت وسوف يكون لديها مرافعة شفهية يوم 21 سيكون هناك كثير من السرد المصري أمام المحكمة لحجم الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية على مدار 75 عاما وفي نفس الوقت أيضا الاستعانة بآخر ممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال منذ 135 يوم. وبالتالي مصر الأحقية من خلال ما وفرته من استحقاقات وجمع معلومات وأيضا توفير الاستحقاقات القانونية بمذكرة ربما تكون مقدمة ومكتوبة بكثير من الاقتدار والنجاح والتفوق المصري في توفير الشهادات على أرض الواقع من خلال الخبرة والحضور المصري والاشتباك مع إسرائيل على مدار 75 عاما ومواجهة مصر حروب عديدة من أجل القضية الفلسطينية والحقوق المصرية. وما ستكون هذه المذكرة لديها من التفصيل لديها أيضا من استحقاقات النجاح ربما تكون تحتوي على مجموعة من المقومات المتكاملة التي من خلالها تستطيع مصر أن تحرك المحكمة العدل الدولية لتعاطي جيد وإيجابي في المرحلة القادمة من اتخاذ مجموعة من القرارات تستعين بها مصر للذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في مرحلة لاحقة للبناء عليها
في تقويض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، بالإضافة ليس فقط قطاع غزة لكن الضفة الغربية، في القدس الشريف، فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كل هذه التحركات الهدف منها بلورة موقف دولي يساعد في ضرورة وضع حد للأوضاع الحالية، وفي نفس الوقت القرار تسير جنبا إلى جنب مع هذه المذكرة في جهود التهدئة والمفاوضات الخاصة برعاية الصفقة الكبرى وممارسة الضغوط لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومع الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وغير كل المنظمات المعنية بالتطورات الصراع العربي الإسرائيلي. القاهرة حاضرة بكثير من القوة على المستوى الأمني والسياسي والدبلوماسي والرئاسي، ثم يأتي الشق القانوني ليضيف مزيد من النجاح والحركية والمنهجية التي ربما تحرك كثير من المياه الراكدة في الموقف الدولي والإقليمي للتعاون مع مصر أيضا عبر المرافعة في محكمة العدل الدولية، وربما يتم الاستشهاد على بعض الأحكام الصادرة من المحكمة في مرحلة لاحقة ليكون عنصر ضاغط على إسرائيل تلعب من خلاله مصر توفير عناصر دولية تحاصر إسرائيل وتوفر كثير من الزخم للحصول على استحقاقات يمكن الإفادة منها في عمليات التفاوض مع ما يعرف مرحلة اليوم التالي لإقامة الدولة الفلسطينية أو إدارة قطاع غزة وتهدئة الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية بشكل عام في مرحلة القادمة. أشكرك جزيلا أستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا من القاهرة. لم تتخلى مصر عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية عبر مراحلها المختلفة، وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة اتخذت مصر تدابير وقرارات دبلوماسية وسياسية لمساندة القضية الفلسطينية، وعملت كذلك مع الشركاء لوقف إطلاق النار والتوافق لإقرار هدن إنسانية. منذ 1948 لم تتخلى مصر في يوم من الأيام عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر جاليا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. كثفت مصر من جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. وقامت مصر بالتعاون مع دولة قطر وبشراكة أمريكية بجهود متواصلة من أجل التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة. وبالرغم من عودة القتال إلا أن الجهود المصرية ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة لحلحلة القضية الفلسطينية التي تمثل الاهتمام الأول للأمن القومي المصري على الجانب الإنساني. ومنذ اللحظة الأولى من العدوان لم تغلق مصر معبر رفح البري في أي لحظة، كما واجهت التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية، واستخدمت أشكال الضغط كافة على الاحتلال والأطراف المعنية من أجل إدخال جميع المساعدات المطلوبة للقطاع المحاصر، كما فتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين، واستقبلت عشرات الجرحى والمصابين الفلسطينيين. مصر من خلال لغة خطابها الدبلوماسي عملت على إفشال مخططات التهجير القسري لسكان القطاع والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية واستدامتها، وكذلك التوصل إلى أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين، مما دفع إلى تغيير المواقف الغربية وتحولها من الدعم المطلق لإسرائيل إلى الدعوة لإدخال المساعدات، تأييداً للموقف المصري الهادف إلى بناء توافق دولي حول دعم قطاع غزة، دور محوري للقاهرة مع الأطراف كافة من أجل وقف الحرب على غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومعنا مشاهدينا من القاهرة أستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام وكلي، أهلا بك معنا أستاذ عزت في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية. في أي إطار تتوقع أن يتعاطى الإعلام الغربي مع التحركات المصرية الأخيرة أستاذ عزت؟
اهلا بك استاذ داليا. اعتقد انه التحركات المصريه ظاهره للعيان امام العالم كله ان مصر تحاول ان تضع حد للمأساه الانسانيه الكبيره في قطاع غزه، والان التكدس السكاني والنزوح الكبير في رفح الذي تهدد اسرائيل بشن عمليه عسكريه ضده في اي وقت. وبالتالي التحركات المصريه على عده مستويات، منها انفاذ المساعدات الانسانيه وتسهيل دخول هذه المساعدات والضغط على اضراب دوليه والتعاون معها في هذا الاطار، مساله شديده الاهميه في هذه المرحله. ايضا الانخراط في الجهد الدبلوماسي الكبير من اجل الوصول الى هدنه انسانيه طويله وتمهيدا لوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزه في اقرب فرصه. نضيف اليها اليوم الجهد الدبلوماسي والقانوني الكبير في دعم جلسات محكمه العدل الدوليه التي تبدا غدا النظر في هذا الجهد الكبير الخاص بالراي القانوني الذي طالبت به الجمعيه العامه للامم المتحده المحكمه الدوليه بموجب الفصل الرابع عشر من ميثاق الامم المتحده الذي ينص في مادته 96 من ان الجمعيه العامه ومجلس الامن لهما الحق في المطالبه باي مساءله قانونيه في نطاق عمل المحكمه الدوليه لطلب الافتاء منها في شؤون مثل هذا الامر. بالتالي تاريخ مصر في دعم المؤسسات الدوليه والشرعيه الدوليه تاريخ واضح للمجتمع الدولي. مصر دائما توفر دعم كبير للشرعيه القانونيه الدوليه، واعتقد انها لحظه مهمه امام الراي العام العالمي للخروج من هذه الحاله، حاله الخنوع للضغوط الاسرائيليه والتعنت الاسرائيلي. وخصوصيه الطرح المصري اعتقد في جلسه يوم الاربعاء القادم في محكمه العدل الدوليه انها اكثر الدول التي انخرطت في هذا الصراع وشهدت على كل الممارسات التي قامت بها اسرائيل عن قرب على مدى 75 عاما، وبالاخص في منذ الاحتلال المباشر للاراضي المحتله بعد عام 67. اعتقد انه الدفوع المصريه في المذكره التي اشار اليها الاستاذ ديار شوام رئيس الهيئه العامه للاستعلامات بانها بتدعم اختصاص المحكمه الدوليه بما يتوافق مع ميثاق الامم المتحده، وانها ايضا تتناول الابعاد القانونيه للاستيطان الاسرائيلي غير المشروع في الاراضي المحتله، ايضا انه تاكيد على مخالفه اسرائيل لكل ما تقوم به على مدى 50 عام لمبادئ القانون الدولي، وهذا امر ايضا هام. وبالتالي المطالبات المصريه واضحه وجليه في هذه المذكره التي تاكيد مسؤوليه اسرائيل من كافه الافعال غير المشروعه، وتطالب مصر بالانسحاب الفوري من الاراضي المحتله، وايضا تعويض الفلسطينيين عن الاضرار نتيجه الممارسات غير المشروعه دوليا، ومطالبه المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالاثر القانوني، وهذه نقطه هامه جدا للاجراءات الاسرائيليه والتوقف عن تقديم الدعم لاسرائيل. وبالتالي هذه النقطة لابد أن تأخذ حقها في الإعلام سواء الإعلام الداخلي أو الخارجي. شكرا. لأنه الآثار القانونية للإجراءات الإسرائيلية هي مسألة أعتقد أن هذه كلها هي أسباب الصراع والأسباب تفاقم الأزمة الحالية. أعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة عزة إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. إذن مشاهدينا ننهي معكم هذه الساعة حول التحرك المصري والمذكرة المصرية أمام العدل الدولية ومرافعاتها المنتظرة، مرافعاتها الشفهية المنتظرة يوم 21 من هذا الشهر. دقائق ونلتقي على رأس الساعة بنشرة إخبارية مفصلة.